عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة جهود الدولة في استراتيجية السكان بحضور الدكتور أحمد عماد وزير الصحة وعدد من المسؤولين. وقال وزير الصحة إن الاجتماع تطرق للقضية السكانية والخصائص الديموغرافية لكل محافظة، موضحا أنه تم وضع خطة سكانية لربط عدد السكان بالتنمية. الدولة بتنظر للقضية السكانية بشكل مؤسسي وبشكل جادي، ولن يكون هناك حل للمشكلة السكانية في مصر وعلاقتها بالتنمية ومحور التنمية إلا من خلال الشكل اللي احنا شفناه النهاردة. خليني أقول الخطوات اللي احنا مشينا فيها. الدكتور طارق توفيق عمل دراسة طويلة ومستفيضة بالتعاون معانا في وزارة الصحة مجلس قومي للسكان عن المشاكل أو الإحصاءات الديموغرافية لمحافظات مصر، بمعنى كل محافظة كل الخصائص الديموغرافية بتاعتها هي إيه. بنقصد إيه بخصائص ديموغرافية؟ بنتكلم مثلا نسبة البطالة، دي أحد الخصائص الديموغرافية. نسبة التسرب من التعليم، دي أحد الخصائص الديموغرافية. نسبة حصول المرأة على وسائل تنظيم الأسرة، دي أحد خصائص الديموغرافية. كل الخصائص اللي موجودة في كل محافظة واتعملت فيها كتاب مجلد كبير كده.